الحقيقة سيدي استزار أن دي أول مرة في العهد الجديد نرى فيه امتلاء بالروح القدس بصورة، وأرجو برضو أن ما حدش يصدم مني، بصورة لم تتكرر في كل التاريخ الكنيسة المسيحية. يقول لنا الكتاب المقدس في سفر الأعمال أصحاح 2، لما حضر يوم 50 كان الجميع معا بنفس واحدة، وحصل عدة أمور لم تتكرر في كل العهد الجديد. اللي حصل صوت كما من هبوب ريح عاصفة، ألسنة منقسمة كأنها من نار استقرت على رأس كل الحاضرين. كان عددهم حوالي 120 شخص، أكتر شوية كمان، استقرت على رأس كل واحد. يبقى ريح عاصفة صوت، وكمان شفنا ألسنة منقسمة كأنها من نار، وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. والمظاهر دي، الريح العاصفة، الألسنة المنقسمة كأنها من نار، الامتلاء الجماعي لكل الموجودين بالروح القدس دون استثناء، والتكلم بألسنة جديدة، كانت هذه هي المرة الأولى التي تحدث في تاريخ الكنيسة المسيحية أو الكنيسة في العهد الجديد. ما بحبش أسميه الكنيسة المسيحية لأنها كنيسة واحدة، حتى العهد القديم الكنيسة التي في البرية عندنا كنيسة واحدة. ما عندناش كنيسة يهودية وكنيسة مسيحية، ما عندناش كنيسة شرقية وكنيسة غربية، عندنا كنيسة واحدة. فدي كانت المرة الأولى سيس نزار اللي بنرى فيها حادثة تاريخية، هي حادثة الامتلاء بالروح القدس، وبنبص نلاقي بعد كده التلاميذ يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. وأنا الحقيقة عايز قبل ما أطلع فاصل، أسف عشان أوضح الفكرة، النطق كان أن ينطقوا، كان النطق نطق معجزة لدرجة أنه كان في شعوب كثيرة اللي بتحضر العيد في يوم 50، وهذه الشعوب الموجودة في يوم 50 كل واحد سمع الكلام بلغته أو لغة الأم اللي بيتكلمها أصلا. الحقيقة دي معجزة ضخمة يا أسيس نزار، والحقيقة احنا مش عارفين المعجزة دي حصلت ازاي. يا ترى هل حصلت ان فعلا التلاميذ كانوا بيتكلموا بألسنة أخرى، ولا كانوا بيتكلموا وحصلت المعجزة في الاستماع؟ لأنه في أعمال 2 الآية 6 يقول: فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا، لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته. وبعدين في الآية 11 يقول: كرتيون وعرب نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله. على أي حال من الأحوال، الروح القدس عطى أن تصل رسالة وبشارة المسيح المقام من بين الأموات، أن تصل إلى كل اليهود الموجودين في يوم 50 في أورشليم. وإب بطرس وقال لهم بكل جسارة: يسوع هذا الذي أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وبعلم السابق وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه، هذا أقامه الله من الأموات. ما فيش حد من اليهود قالوا احنا ما قتلناهوش لأنهم عارفين انهم قتلوه، ما فيش واحد قال ما صلبناهوش لأنهم عارفين انهم صلبوه، لكن بطرس وقف وشهد للقيامة، ووصلت الرسالة لكل الشعوب وكل الألسنة اللي موجودة في يوم 50، والدليل على حياة ممتلئة بالروح القدس وهذه الرسالة الحية هي انه في 3000 شخص آمنوا بالرب يسوع وانضموا إلى كنيسة الرب يسوع واعتمدوا في ذلك اليوم. يا لها من فرحة. ونشوف أن يوم 50 هو أول يوم للامتلاء بالروح القدس، ونشوف أول ناس ينضموا لعضوية الكنيسة في ذلك اليوم كما سنرى فيما بعد.